قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 10 آخرين بجروح حينما هوت صخرة ضخمة على أحد الجسور في وينتشوان مركز الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب غربي الصين العام الماضي. وتسببت الصخرة التي هوت من أعلى جبل في سقوط العديد من العربات في نهر ميانجيانغ عقب تدميرها للجسر الذي يعبره أكثر من 10,000 عربة يوميا. وقد وقع الحادث إثر هطول المطر بغزارة في الإقليم.